صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بتكونوا كلكم بخير طبعا. شايفين السما حلوة ازاي، وداخلين اهوت على فصل الشتاء الجميل. انا عايزة اقول لكم ان انا مبسوطة قوي النهاردة، لان هعمل حاجة بقالي كتير عايزة اعملها ولسه هقعد اعملها. يعني النهاردة مش هعمل الا اقل القليل صراحة يعني. فانا هوريكم البلكونة قبل وبعد. طيب انا ليه بقى بتكلم عن البلكونه بتاعتي وكده، ومن ساعه ما فتحت القناه اصلا وانا ما بتكلمش حاجه يعني عن البيت وكده. بس انا بقالي 3 فيديوهات، بقالي كده كم مره بنزل فيديوهات شورتس بتاعت اليوتيوب، بنزلها عن روتيني انا في شغل البيت. مش شغل البيت بقى اللي انا انضف بقى وكده، لا، هو شغل البيت اللي هو انتي بتشتغلي من البيت، اللي هو حد مثلا فاتح قناة على اليوتيوب، حد بيشتغل من الشركة بتاعته بس من البيت، حد بيعمل حاجات هاند ميد مثلا كروشيه، شموع، رسم، ديزاينات، اي حاجة. المهم انتي شغلك اصلا من البيت، مش بتنزلي حاجة معينة. قررت اعمل سلسلة زي ديت بحيث ان انا كلنا نشارك بعض الحاجات اللي احنا بنعملها في البيت. الواحد لما بيشتغل من البيت بيبقى يوم انا تمام كويسة وعندي نشاط فهعمل حاجات كتير جدا، ويوم لا الدنيا عندي مش احسن حاجة فتلاقيني مثلا ما عملتش حاجة وكده. فتلاقيت ناس كتير مثلا زيي نفسهم عندهم نفس النقطة ديت، ان هما اليوم اللي بيبقوا مبسوطين فيه بيشتغلوا، اليوم مش مبسوطين فيه ما بيشتغلوش. قررت ان انا اقول لكم الروتين اللي انا بعمله، وده اللي محفزني حاليا ان انا اشتغل وكده وانزل فيديوهات واعمل شغل تاني لسه هتكلم عنه الفترة الجاية ان شاء الله. فانا قررت ان انا اظبط البلكونة بتاعتي عشان ديت المقر الرئيسي بتاعت الشركة بتاعتي في فصل الشتاء، وهتشوفوا منها اصلا فيديوهات كتير جدا بصور فيها وكده. فجاية النهاردة بقى اظبطها معاكم عشان انتوا مشاركيني لحظة بلحظة. عايزة اقول لكم وجود اصلا اي حاجة لونها اخضر في البيت بتبقى بتدي راحة نفسية فظيعة. يعني المكتب بتاعي اصلا عليه زرع، البلكونة بتاعتي لو هتاخدوا بالكم حتى زي نجيلة كده هوت من تحت ومن فوق عشان احس ان في طبيعة كتير قدامي وما اشوفش خالص البيوت اللي ديت. بس فيلا بقى تعالوا هوريكم اول حاجة الحاجات اللي انا هستخدمها والالوان اللي انا هستخدمها، وبعدين نظبط البلكونة مع بعض. اول حاجة هبقى محتاجاها طبعا غير الترابيزة والكرسي، هما بره في البلكونة. جبت المفرش ده، جبت اللون ده، انا بحب اللون البينك قوي، وقلت بما ان هو هيبقى فيه لون اخضر فعندنا كمان الفازة دي. هي ليه انا جايباها بلاستيك؟ شوف شكلها كوميل خالص. ليه انا جايباها بلاستيك؟ عشان احنا في بلكونة، احنا برا، يعني لو حاجة اتكسرت مش هيبقى الدنيا لطيفة. وجبت الورد ده، وناوية في المستقبل اجيب ورد طبيعي هبقى مبسوطة بيه جدا. هوت برضو لونه ابيض وبينك، اهي شكلها شيك خالص. بعد كده بقى هتحطي ده المفرش ده لونه ابيض في بينك في اخضر، فعايزين بقى نكسر البنكات والخضرات الكتير ده. فهنجيب زي الصينيه ديت لونها خشبي، فهتكسر اللون وهتدي كده جمال. وبعدين البراد الحلو ده اللي هو هيشاركنا يعني رحلتنا، والطبق اللي هو الكوستر اللي هو زي ورقه الشجر، ومعاه الكوبايه الخفيفه بسيطة خالص ديت. بس كده دي الديكورات البسيطة اللي انا عملتها. يلا تعالى بقى نشوف احنا ازاي هننظمهم مع بعض. حبيت اول اوريكم البلكونة قبل ما ابدأ اصلا اعمل فيها حاجة. اول ما جيت البيت قعدت ارتب البيت كله، والحاجات اللي انا ممكن ما كنتش محتاجاها قوي حطيتها في البلكونة. شايفين السجاد وشايفين حاجة، بعد كده كنستها، شايفين قلت مع ازاي ومسحتها. بعد كده هو بدأت ان انا احط نجيلة من فوق ونجيلة من تحت، بحيث ان انا ابقى شايفة، يعني لو قعدت على الارض ابقى شايفة جزء لون اخضر وجزء لون لبني. حاسة ان انا ده هيبقى فيه راحة نفسية، زي ما قلتلكم ان اي لون اخضر اصلا بيحسسك براحة نفسية. تخيلي بقى لون الاخضر مع لون السماء والازرق، واليوم دوت اصلا السما كانت شكلها حلو قوي قوي قوي، والسحاب كان جميل جدا زي ما صورت لكم اصلا في اول فيديو. شايفين السحاب كان عامل ازاي. بدات ان انا احط الترابيزه والكرسي، بدات بقى اجيب المفرش
وحطيته. عايزه اقول لكم ان كل حاجه من ديت جبتها من مكان شكل، يعني ده كنت جايباه من دمياط، دي كنت جايباه من حد في بورسعيد، دي كانت في بيتي القديم، كنت عامله لكم ديكور شكله كان عامل ازاي قبل كده ودلوقتي. ديت كانت اصلا حاجه تانية خالص وانا قلبتها كده. عايزه اقول لكم ان جو زي دوت لما هتيجي تشتغلي، سواء بقى تعملي كروشيه او تعملي اي حاجه انتي بتحبيها، تعملي الاوردرات بتاعتك وتقعدي في حاجه زي كده، هتبقي مبسوطه جدا وهتلاقي نفسك بتنجزي. انا عايزه اقول لكم ان انا كل يوم بقوم اشوف المنظر كده ابقى مبسوطه، وبعدين اقوم عامله كوبايه شاي وعامله حاجه واقعد بقى اجيب كل شغلي واقعد اخلصه، وخصوصا بالليل بقى الدنيا هدوء خالص، اعمل بقى كوبايه شاي كده واقعد. عايزه اقول لكم ان دوت فرق في نفسيتي جدا، وخلاني حابه بقى اشتغل وانجز واكتب بقى خطط واكتب حاجات. فبجد انصحكم لو عندكم بلكونه شيلوا كل الكواكب اللي فيها وظبطوها، شايفين الجمال، وابداوا اعملوها ديت المقر بتاعكم للشغل، لان خلاص الشتاء داخل فالجو الجميل كله هيبقى موجود. اتمنى اكون استفدت من الفيديو، واتمنى ان هو يكون عجبكم. نسيت الورد. اتمنى ان هو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيه. مع السلامه. حبيت بس في نص اليوم جات لي صاحبتي حبيبتي، جات لي وعملنا اكلنا دوناس وشربنا شاي، كان يوم جميل، وصورتني الصور الحلوه دي.